أن أتقدم لمعالي السيد ناصر جدوى نائب رئيس وزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بخالص التهاني لترأس بلاده دورتنا الحالية، متمنيا له التوفيق في إطلاع بهذه المهمة، سيما في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها منطقتنا العربية. كما أتوجه بعبارة الترحيب لمعالي السيدة فاطمة فال بنت سوينع وزيرة خارجية والتعاون في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة لمشاركتها لأول مرة في أشغال مجلسنا الموقر، متوجها من خلالها بالشكر إلى موريتانيا الشقيقة على ما بذلته من جهود معتبرة خلال توليها رئاسة الدورة السابقة للمجلسنا. كما أرحب بكل من السيد طيب كوش وزير خارجية تونس الشقيقة والسيد إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق شقيق والسيد عبد السلام عمر وزير خارجية الصومال لأرحب بهم مرة أخرى في هذا الاجتماع. السادة والسيدات، نجتمع اليوم وعالمنا العربي يعيش على واقع الأزمات والاضطرابات والعنف والمواجهات المسلحة والأعمال الإرهابية التي فرضت تحديات غير مسبوقة مشحونة بالمخاطر والتهديدات على الأمن العربي ومقوماته ومقوات الدول وسلامة أراضيها ووحدة شعوبها. وكل هذا الحالات المتأزمة من شأنها تغذية الإرهاب الذي ينمو في ظروف الفوضى. السيدات والسادة، إن الجزائر انطلاقا من مبادئها الثابتة تجدد دعمها للقضية الفلسطينية حتى يستدر الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 4 جوان 1967 طبقا للوائح الشرعية الدولية والمرجعيات السلام والمبادرة العربية للسلام. السيدات والسادة، إن الجزائر استجابة لرغبة الأطراف الليبية تعمل بنشاط حثيث ودبلوماسية هادئة وثابتة بالتنسيق الدائم مع الأمم المتحدة اعتبارا للحساسية وتعقيد الأزمة على تسهيل جميع الأطراف الليبية التي تدين وتكافح الإرهاب تحت مجرة واحدة في حوار وطني شامل حقيقي وفاعل يجمع كل الليبيين على أجهزة واحدة يستند عليه على مقاومات وأهداف من شأنها بعث مسيرة المفاوضات وفي مقدمتها الوحدة الترابية، التمسك بالسيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي ونبذ الإرهاب وبناء الدولة العصرية. وفي هذا الإطار ستحتضن الجزائر غدا اجتماعا هاما لقادات أحزاب سياسية ليبية ونشطاء سياسيين، وهذا
تحت رعاية الأمم المتحدة ومبعوث الخاص للأمن العام السيد بردالين ليون. السيدات والسادة، وبشأن الأزمة السورية وأمام الوضع الذي يتفاق يوميا، نجدد دعوتنا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية لوضع هذه الأزمة تحت طائل آمالها على طريق الحل السياسي وإيجاد مخرج توافقي لها يحقق استقرار وأمن سوريا ويضمن سياداتها ووحدتها الترابية بعيدا على أي تدخل الخارجي. وفيما يخص الوضع في اليمن الشقيق، ندعو الفرقاء اليمنيين إلى تغليب لغة الحوار والعقل والسعي إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة باعتباره الخيار الأمثل للوصول إلى توافق وطني بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الحوار والديمقراطية والأمن والاستقرار. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن من أبرز التحديات التي تتعرض لها منطقتنا العربية في الوقت الراهن الانتشار المتنامي لجماعات الإرهابية والتي أضحت تشكل تهديدا كبيرا ليس على أمتنا العربية فحسب بل على السلم والأمن العالميين. وإذ نعبر عن رفضنا القاطع واستنكارنا الكامل لجميع صور الإرهاب، نؤكد من جديد دعوتنا إلى ضرورة تعاضد الجهود جهود الأسرة الدولية لمكافحته. سيد الرئيس، إن بلادي على قناعة بأن التصدي للإرهاب يعتمد على البعد الأمني والسعي لتجفيف منابعه عبر مكافحة تهريب المخدرات وتجريم دفع الفدية وكل الوسائل الأخرى التي تغذيه. وفي الختام أتمنى لاجتماعنا التوفيق والنجاح، وشكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.